ريت تحدثنا عن كيف تم هذا الالتقاء، ويا ريت ترجف لنا يعني في معلومة أنا سمعتها كثيرا، إنه قوانين التشريعات الإسلامية 83 نبعت من مسيد الشيخ الجيلة بوغلون، فريت تحدثنا مجملا عن هذا المحور. والله اصلا كان الرئيس جعفر نمير رحمه الله يعني اعلن مساله القضاء في 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 في, في نهجه النهج الاخير في اخر ايام مايو. نعم، فالعداله الناجزه كان يعني بعد ما اطلقها التقينا كان في مسجد الشيخ بوغلون هو سجل لكم زيارة. سجل زيارة نعم. نعم. وكان أنا كنت قاضي في المبيض. نعم. الزمن ذاك منتدب، فأول الخليفة رضي الله عنه كان بيقول له يعني إذا أني إذا حولت ثاني إلى جهة ثانية خارجية أنا بطلعه من القضاء لأنه محتاج له في المسجد أنا هنا. أيوة. فقام قال له إن شاء الله أنا محتاج له في عندي في السعد. كان اعلن الشريعه الاسلاميه ولسه لا لسه قليل، لا كان لسه لم تعلم بعد. لم تعلم، كان بس مال القضاء. نعم. لا ناجزه بس كان مشروع. ف طلبناه انا وقابله في القصر، وتم اللقاء بينه وبين ابو الخليفه فتحدث في الموضوع، وقال لي انا اسال الله ان يعني ياتي على يدك الخير ابو الخليفه. ما نعم. فبعد ذلك طبعا بعد فترة التقينا في القصر الجمهوري و قال لي انا طارح موضوع الادارة الناجزة. قلت له الادارة الناجزة هي ادارة السماء يعني. ده انت قلت لي يعني. نعم نعم. فقال لي طبعا عندنا جماعة غير المسلمين هنا، عندنا الجنوب وعندنا وكذا. نعم. قلت له الاسلام شامل يعني، بدي كل ذي حق الحق هو. نعم. بعدين ما بيفتعدي على الاخرين. قال لي هذا المشروع ده كبير طبعا وبحتاج الى معاون. قلت له عندي الاخ معايا الاستاذ عبد الجيب احمد كان. نعم. الان هو بقطر. في قطر. نعم. نعم. فممكن يقوم معي. قال لي وين؟ قلت له محامي. المحامي انزعج منها شويه يعني، كانه عنده موقف المحامي. قلت له ان شاء الله يعني انا بعرفه. فالتقينا انا والاخ عبد الجيب، قابلوه بعدين. كان استاذه بدريه في القصر اصلا. بدريه سليمان. نعم. فقال بدريه هنا في القصر بتوريكم دروب القصر وكذا، وهي هنا. لكن الموضوع ده لو يعني خرج من الدائره دي يعني في ما اظن ينجح المشروع اصلا يعني. فعلى بركه الله بدينا المشروع. وكان الاعلان. وكان نعم. يعني أن يعني مسيد أبو قرون بطريقة مباشرة ما كان تمت مثلا بيعة هناك. تمت البيعة في مسيد أبو قرون. نعم. تمت بيعة هناك. نعم. يعني مثلا يعني إذا الكلام في رأي عام كان يتكون إنه مسيد أبو قرون هو الأوحى، أو ربما بطريقة أخرى هو الأحى بتشريعات 1983 تقريبا. نعم. تقريبا. أي نعم. وطبعا في المرحلة أنت في لقاء التقاء التصوف بالسياسة، ما هو رأيك فيه في الوقت ذاك؟ الحقيقة هي طبعا الحركة الإسلامية هي عموما حركة سياسية. نعم. فبنظر التصوف نظرة تقوقع كذا يعني أصلا يعني. نعم. لكن أنا بفتكر التصوف هو سلوك يعني. نعم. لذلك نهجهم بيختلف عن الحركة العنفوية العنيفة. العنيفة. نعم. فذكر أنه نمير وجد في الحركة الصوفية. نعم. فيها الخالية عن العنف. نعم. ممكن تدي نتائج. نعم. إيجابية. نعم. كالقوانين الإسلامية. نعم. هو كانت ذات سوى الاختلاط بين السياسة والتصوف. والتصوف. نعم. 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 لكن في الوقت ذاك افتكر حسب ما ذكروا إنه الشيخ الجيلي كان متحمس جدا على حكاية تطبيق الشريعة، وكان كثيرا ما يتردد إنه الرئيس نمير كان يتردد على المسيد كثيرا. والله ما كثيرا حقيقة يعني. نعم. ما كان مثل كثيرا المسيح، لكن يعني التوجه كان يعني. نعم. الشريعة أصلا يعني. نعم. طبعا الكثير من الأحداث ربما يعني جئت على قدر يا موسى، مرات التخطيط الإلهي يعني بكون أو الإرادة الإلهية. نعم. بتجي بأقدار في صياغات مختلفة. ونعود لهذا المحور بعد أن نشاهد هذا الفاصل.
أعزائي المشاهدين، عدنا مجددا لمتابعة حوارنا الاستثنائي مع المفكر والداعية الجهير السيرة الشيخ النيل أبو قرون. مرحبا بك الشيخ النيل، ونحن وصلنا في كان نقطة في غاية الأهمية تهم كثير من المهتمين بالشأن السياسي في السودان، مرحلة تطبيق التشريعات الإسلامية. فكان في ظاهرة غريبة في وقت ذاك مسمينا مرحلة الخلفاء، دخول الخلفاء للسياسة، الشيخ الجيلي الشيخ النيل أبو قرون، الشيخ عبد الجبار المبارك، مولانا عوض الجيد. وكان الوقت ذاك إنه مايو المعروفة بتيارة عبر 13 سنة كان بعيد عن هذا المجال، فجأة اندغمت بهذا العنفوان في التيار اليميني. في بعض الطرف، أنا ما أعرف هي الطرف ولا هي ملاحظات، كان يقال إنه دخول هؤلاء الخلفاء في الجانب السياسي ودخولهم للقصر سبب ما يشبه الطرف الروحي. يعني بعض الناس في وقت ذاك كان بيرددوا شائعات بيقولوا تم إهام رئيس نميري بأنه طالما هو طبق الشريعة الإسلامية إذا معه هو الملائكة، وهذا الكرسي اللي بجواره كرسي فاضي فيه جبريل عليه السلام والنبي الله الخضر صبح عليه الصباح. فكنتوا بتسمعوا هذه العبارات، ما هو كان رأيكم وما هي التحقيق في هذا الموضوع أصلا؟ يعني والله طبعا يعني العبارات اللي تكون ما عندها يعني قيمة ما بلقي لها بال كثير يعني، فهذه يعني أنت سمحتوها طبعا وقت ذاك؟ سمعناها بعد يعني بعد الانتفاضة. نعم، إنه حكى جبريل عليه السلام في ملائكة وكان في كراسي فارغة ويجدوا فيها الملائكة ولا تجلسين هنا في ملك ولا كذا. ما كان في تيار يعني روحي بيحاول يوهم جعفر نميري بهذا الجانب مثلا؟ اصلا احنا انا طبعا انا جيت من القضاء الى القصر، فالعمل كان كله عمل يعني فني قانوني. نعم. فضيلة مولانا، بعد 30 سنه من تطبيق قوانين 1983 من باب الدقه والامانه والورع، ماذا أنت تسميها الآن بعد 30 سنة؟ هل هي شريعة إسلامية أم قوانين سبتمبر؟ قوانين شريعة إسلامية. ما عليك أي استدراكات عليها؟ ما فيها أي أخطاء؟ لا، ما فيش إنسان ما يخطئ. نعم. إلا رسول الله يعني إذا نعم. كان يعني أعطينا الأسماء لرسول الله صلى الله عليه وآله وآله، ما فيش إنسان ما يخطئ. نعم. لكن كان له أول تقنين للشريعة يعني. هو التقرير للشريعة الإسلامية. ما كان تطبيق فيه قسوة أو فيه تجاوزات؟ التطبيق طبعا القضاء كامل، إحنا مشرعين، إحنا ما لنا علاقة. التطبيق ما مسؤولين عنه؟ لا، إحنا مشرعين فقط يعني. نعم. التطبيق هذا القضاء، والقضاء كان طبعا لأول مرة تكون في هناك قوانين للشريعة، فكان برضو القضاء بيحتاج إلى زمن حتى لما تكون في هناك سوابق قضائية، يكون في يعني سيستم، يكون في يعني أسلوب للقضايا والمراجعات. كان حتى القضاء كان محتاجين الى كورسات للتدريب. نعم، للهنا تطوير الجانب الفني في القانون. نعم، فلاول مره تجاوزات يحصل فيها اخطاء. نعم، لكن ما ذلك يعني انه هو فساد في القضاء او في القضاة؟ لا لا، انا اسال في طبعا بتكون في اخطاء. نعم. لا شك. نعم. انا بسال يعني الان 30 سنه، اي انسان في الدنيا كل ما يصبح عليه في صباح بيحصل له تقدم فكري. لا شك. نعم. نعم، اسال ما عدا الثوابت. ما عدا الثوابت كالاخلاق. نعم. نعم. فضيلة مولانا الشيخ الجيلي ابو قرون، الوقت الشيخ النيل الوقت ده في مقتبل الشباب 36 37 سنه ايام التشريعات. والان 30 سنه يعني ما هي الاستدراكات؟ يعني في اشياء الانسان يعني مثلا الانسان لو عنده عمل ابداعي قديم الان لما يعايله يعايله بنوع من التعالي انه هو الان اتطور على هذا العمل. انت ما هي اشهر السلبيات الشايفه كان في تلك القوانين الان بعد 30 سنه في التطبيق؟ يعني افتكر في التطبيق مش في التشريع يعني. الشريعه ما في عليها يعني كلام. نعم. اصلا نعم، وهي القوانين كانت تقنين بالشريعة، ما في ما يقال ضد التطبيق. ما كان رأيت فيه نوع من العجلة والقسوة؟ فيه كان كثير تجاوزات. نعم، كان تجاوزات فيه نوع من العجلة والقسوة فيه بعض. النعم. نعم. نعم، لكن أنا برضو بعزيها لعدم يعني وجود يعني مجال للعمل اللي ممكن القضاء على ضوء يتطوروا في العمل القضائي التشريعي الشرعي. نعم. يعني
كان كان بداية يعني، والبداية كان لازم في كل بداية تحصل فيها يعني بداية أي شيء طبعا إذا كان الناس بعيدين عنه لفترة نعم بيكون في تعثر نعم في بداية بيكون في تعثر في بداية نعم. فضيلة مولانا نحن الآن تحدثنا عن نشأتك الصوفية وتربيتك في المسجد وتلقيك للعلوم القرآنية وما شابه ذلك، وتحدثنا عن تقاطع التصوف مع السياسة. نعم. التصوف باعتباره منظومة معرفية متكاملة، يعني التصوف أنا دائما أفتكر أن التصوف هو أكبر من الطرق الصوفية باعتبار منظومة معرفية شاملة للكون وللحياة. هناك كثير من أهل النظر والتفكير علاقة التصوف بالفنون، يا ريت تحدثنا عن علاقة التصوف بالفنون، وأنت رجل فنان ومبدع كتبت الشعر وأصدرت دواوين وكتبت الشعر الغنائي أيضا. نعم. حدثنا علاقة التصوف بالفنون وتجربتك الغنائية كذلك. التصوف هو حقيقة يعني بيهتم بالجانب الأخلاقي، يعني لأن الدعوة المحمدية الرسول صلى الله عليه وآله وآله نعم إنما بعثت يتم مصالح الأخلاق. نعم. فالتصوف هو اهتم بهذا الجانب، يعني اللي هو التسامح والأخلاق الطيبة والتعامل. نعم. اللي يليق بالإنسانية. نعم. من حيث الإنسان، من حيث هو بغض النظر عن 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 تصرفاته بدون إقصاء للآخر. فكان هذا هو التصوف عموما يعني. فلذلك هو يعني أقرب إلى أهل الذوق، حتى هم بيسموها أحيانا يقولون أهل الذوق يعني أهل الذوق وأهل اللطائف. نعم لطائف. نعم. ولذلك يعني هذه أقرب إلى الفن من أن، والفن أبعد ما يكون من العنف ولذلك نعم. كثير عندهم من المشايخ أو ما يقالوا الشعر، وحتى الشيخ محي الدين العربي يقول في أحد قصائده ودينه بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. يا سلام. نعم. فهم علاقتهم بالحب المحمدي والحب الإلهي. نعم. يخليهم يعني أكثر شفافية. نعم نعم. وأنت يا مولانا طبعا كتبت القصيدة، يا ريت تختار لنا قصيدة هي تجد صدى في دواخلك، تقرأ لنا منها مقطع هذا الديوان بوارق الحب. بوارق الحب للشيخ النيل عبد القادر أبو قرون، ديوان شعر عرفاني وفي مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ديوان مليء بالمواجد وبالإشارات وبالعرفانيات. طبعا لنا فيه وقفة إن شاء الله في الأيام القادمة، لكن داري أنك تختار لنا النص كده يجد صداه في نفسك يعني تقرأه للمشاهدين. برقت على وجه الوجود بوارق فتهتكت من ومدها الأستار، فسبى العقول ظهور نور جلالها إذ لا تماثل نورها الأقمار، وأفاضت الأنوار فاختفى غيرها إذ ليس غير وجودها أنوار، وبدا جمال الذات في آياتها فتحيرت في حسنها الأبصار، ورأى المشوق من المحاسن صفحة حجبت بحسن ظهورها الأغيار، وتجسدت روح المعاني حياله فرأى تماثيل السوى تنهار، وتلاشت الأكوان إلا ما يرى. يا سلام. وتساوت الأفلاك والآبار، فرأى عجيب الآي في آفاقه وغدت تفيض بقلبه الأسرار، وبدا انطلاق العقل في ملكوته وتحررت من رقها الأفكار. يا سلام يا سلام. لم يبق إلا الحب في تيجانه ملكا به كل القلوب تدار، ليلاه قال مشوقها في حيرة وله إذا هاج الهوى يحتار. يا سلام. لم يبق شوق بعد رؤية حسنكم إذ ليس غيرك تبصر الأبصار. يا سلام يا سلام. وإليكم أنى توجه أحرفي قصدي بقولي كلما أختار، فأصلي دهري والسلام عليكم ما مر بالنيل دجى ونهار. يا سلام يا سلام يا سلام. هذه مواجد راقية ومعارج عليا من المعاني، يعني لنا معها وقفة يعني مثل هذا الشعر الراقي في زمن الماديات القاسية، أكيد يعني هو ترياق لكثير من مشاكل النفوس وصعوبات الحياة ومن عرجات الوعرة. فنحن إن شاء الله نعد لنا وقفة استبصارية وتمعونية نستنكه
هذا استكني حقيقة هذا الديوان. الله يبارك فيك. فضيلة مولانا، تجربتك الغنائية مع شقيقك الأكبر الشيخ الفنان صلاح المدبادية، ودارين تحدثنا وإنه ذاته إذا عملت معه كيف أنت كشاعر وهو شقيقك الأكبر، وكان قصة يا ملك كان كيف؟ نعم قصيدة يا ملك. نعم طبعا يعني صلاح صوت عنده صوت يعني ما شاء الله يعني جميل جدا. أبونا الخليفة رضي الله عنه كان عنده صوت جميل جدا يعني. نعم. وكان إيقاعه يعني فريد. وذلك يعني صلاح كان يعني ملتزم بالإيقاع الجميل تاع أبونا الخليفة والأداء والصوت. نعم. نعم. وكان برضو معجب بالفنانين اللي يعني السبقوه نعم في الإعلام وكذا. طبعا الإعلام نعم. له رونق وله جاذبيته. أنا عرفت أنه كان مفتون قالوا بحسن عطية. حسن عطية نعم. نعم. كان بغني لحسن عطية نعم. كان أنا يعني عندي بعض المحاولات في الشعر، فعملت قصيدة يا ملك ومن أجل ليلى وفقناها يعني. فأنت اديته غنيتين فقط. دي اللي أخذه هو من المدينة. دي اللي أخذه. نعم. طبعا يا ملك وقت ذاك عملت ضجيج كبير وعملت حضور، وكان مولانا زي ما بقوله شحتف المستمع السوداني وكان يأمل في المزيد، ولكن حسبهم من البستان قطفة يعني. التطور بحتم الإنسان يعني. فعلا كان هي إضافة وتعتبر من شامات الغناء السوداني لمولانا الشيخ النيل أبو قرون. فاصل ثم نعود. شبيب
بحبك ده كتير اللي حباهم هلك وما بهمه يا زول. زي الملك ده كذب يا جول. كيف الأمير عادي الملك كيف الأمير وادي الملك ده بعد الهلال من المسك بكثير يا جول. أعزائي المشاهدين، عدنا مجددا بعد سياحة روحية وسوقية كبيرة مع الملك. من هو الملك يا فضيلة مولانا؟ هو يعني طبعا يقولوا غني المغني كل حد على هوا. على هوا. نعم. فقد يكون مقصود هنا مقصود به هنا الفرد أو القطب. الغوث. أو الغوث. نعم. نعم. وكل هذه المواجد. نعم. هي في القوس فقط ولا عندها مآلات وتأويلات أخرى؟ كلها لها. فزي ما قلت هي رمزية عالية. كل نعم. كل على ليلى. أذكر مرة كان في واحد من الدراويش جلب أخونا صلاح بغني في أغنية في الراديو، كان بدري، أنا كنت زمان في المدرسة الابتدائية أنا أعتقد. نعم. سألت في غرام ذابوا، سألت الهام والتابوا. نعم. سألت للعشاق هواكم قولوا أسبابه. فبدأ يرقص، ربط حماره في الشدر وقاعد يرقص. الدرويش. درويش. تواجد. نعم. كل الأغنية وأنا انتبهت لأن قلت الأغنية ماشية معها مع يعني ماشية معها في معناه. زي مثلا واحد قبل كده سمع واحد يغني أغنية الكاشف، حجبوه من عيني إلا من قلبي لا. أخذ كذلك تواجد يعني طربا لرؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا فضيلة مولانا، أنا والله بعد أغنية الملك دي وعزوبتها أنا ما أعرف أمشي في بقية المحاور الثانية كيف، لكن هي حياة الإنسان. يعني حياة الإنسان دي فيها تضاريس، فيها واحات وفيها بساتين وفيها منعرجات وفيها هضاب وفيها سهول. فأنا ما أعرف بعد العزوبة والنعوم واللطافة دي تاني يخش تاني في في المنعرجات الصعبة، لكن هي حياة الإنسان. إنسان حياته كلها كده يعني. لو إذا لقيت الفقير فتبدأه بالعلم في أنه يحشكم سيحشكم أجوب اللي نعم. فنحن في هذه المسيرة العريضة، مسيرة مولانا النيل أبو قرون، مسيرة عريضة، هي مسيرة حياة كاملة بين الثقافة والفكر والقضاء والفن والأدب والتصوف والعرفان والمعرفة. لكن المتلقي السوداني أو المواطن السوداني يعني في كثير من الأحداث لا تخرج عن ذهنه أبدا، يعني تجد تكون عالقة في قاع النفس يعني ولا ينساها. في مسيرة سياسية للسودان، كما قلت أنه مرحلة التشريعات الإسلامية 1983 هي محطة الإنسان لا يمكن تجاوزها في التشريع أو في الحكم في السودان. كثير من الناس أو بعض المراقبين، عشان نكون دقيقين، بعض المراقبين بقولوا إنه في محطة مهمة جدا اللي هي محاكمة زعيم الحزب الجمهوري الأستاذ محمود محمد طه في 85 عندما أصدر المنشور هذا أو الطوفان أصدروه جماعته، وثم كان ما كان من تفاصيل إلى انتهى الأمر بتنفيذ حكم الإعدام. بعض الناس يقال إنه وجدت وثيقة كتبها فضيلة مولانا الشيخ النيل أبو قرون للرئيس جعفر نميري، نصها ما يفيد الآتي:
ان سعاده الرئيس ان الاخوان الجمهوريين بمنشورهم هذا قد اتاحوا لنا فرصه ذهبيه لمحاكمتهم. نعم. هذا هذه العباره ربما توحي لكثير من الناس ان كيف لقاضي يفترض فيه الحياد ان يتربص مثلا. دليلنا طبعا التاريخ يقول كلمته، عامة الناس تقول شيء والتاريخ يقول كلمته، هذه لحظة تاريخية نريد أن نفك هذا الالتباس. الحقيقة كان نحن في ذلك الوقت منهمكين في صياغة القوانين الشرعية. نعم. وكان المنشور بتاع الأخوان الجمهوريين كان بيشوش علينا في هذا العمل، وكان الموضوع موضوع منشور أصلا يعني ما له علاقة بالفكر الجمهوري. ولا علاقة بفكر الأستاذ محمود أبدا. نعم. فكان يعني ضبط المنشورات دي أو إيقافها. نعم. كان ضروري جدا حتى نقدر نستمر في عملنا التشريعي. كان بتشوش عليكم مثلا. نعم. نعم. فأنا كتبت المذكرة دي للرئيس لمحاكمة من أصدر منشور تقدم المحاكمة، مش حكمهم يعني. والمحاكمة قد تبرر وقد المحاكمة وليس الإعدام. لا لا لا، ولا هم على علاقة بالأستاذ محمود ولا تكروه. إنما الجماعة اللي قدموا المنشور. نعم. هم كانوا فتية فيهم ثلاثة وأربعة معنا. نعم. وهم اللي حتى هذه اللحظة الأستاذ محمود لم يكن داخل في القضية ولا الفكر. نعم. لأنه أصلا أنا ما ضد محاربة الفكر أصلا. أنت لا تعتقد أن الإنسان ممكن يحاكم في فكره إطلاقا؟ الفكر أصلا ما هو ذا المحاكمة، ولو جد ما يعرف حد ريدة أو كذا. قالوا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني لا يوجد حال ما يسمى بحد ريدة إطلاقا، وحرية الفكر مكفولة، وحرية. وحتى الحديث اللي بيقول من بدل دينه فاقتلوه، الحديث ده إذا كان مسيحي بدل دينه وإذا مسلم يقتل برضه بهذا النص. بهذا النص. بهذا النص. نعم. نعم. وبعدين الإسلام لم يأتي نافيا لما سبقه من أديان، بل جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب. نعم. ومهيمنا لا رافضا أصلا. يعني أنت لا ترى أنا ممكن إنسان أن يحاكم بريدة في أفكاره إطلاقا، يعني تعتبر انها محاكمه خاطئه، وترى كل امه جاثيه، كل امه جاء الى كتابها. نعم. وما في ورسول الله بارك عليه ووالديه واهله ما اجبر احد لترك دينه. نعم. في حياته كلها حتى لقي الله، ولم يجبر احد على الدخول في دينه. يعني تفتكر انه محاكمه محمود كانت خاطئه بريده؟ هو اصلا دخل، هو محمود هو اللي ادخل نفسه في القضيه كما علمت انا مؤخرا. نعم. هو قال هو تحمل المسؤوليه. تحمل المسؤوليه. نعم. نعم. بعدين المحكمة تحولت إلى محكمة ردة وحكمة إناي. بعد من منشور تحولت إلى محكمة بتاعت ردة. نعم. نعم. وطبعا هذا رأي شخصي، رأي شخصي ليك أنت مولانا النيل. نعم. إنه لا يعرف ما يعرف بحكاية حد ردة أو الحرية الفكرية، أنت ضد حكاية فرض آراء معينة؟ الرأي نعم، حرية الرأي هي متاحة للإنسان. نعم. نعم. ربما نعم. أتاحها في القرآن وأتاح الرسول صلى الله عليه وآله وآله في مدة فترته في نعم. نعم. فضيلة مولانا، نحن الآن حندخل على عالمك الفكري. نحن ما شاء الله الآن عندك كثير من المؤلفات، هذه بعضها. هذه المؤلفات أثارت ضجيج، وطبعا كما يقال إنه أفضل الكتاب هو ليس الذي يعطي للآخرين أفكار مجهزة، وإنما الذي يقودهم معه إلى التفكير، يأخذهم رفاقا معه للتفكير الجماعي. هذه الكتب أثارت ضجة في الأوساط الفقهية والفكرية داخل السودان وخارج السودان، وأحدثت ما يشبه الثورة الفكرية ما بين مؤيد ومعارض شأن أي عمل فكري. ولكن دعنا نبدأ مثلا بالكتاب الذي اهتم به الكثير، الإسلام والدولة. هذا الكتاب تحدث عن علاقة الإسلام بالحكومة وبالدولة بالنظم السياسية، فيه عدة فصول، ولكن دعني كخاطرة مني، أنا أعتقد أن الفصل الذي يقول دولة من أجل الدين أم دين من أجل الدولة، هذا ربما هو يكون روح الكتاب في هذا المفصل حسب ما أعتقد. ربما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن هذا العنوان دين من أجل الدولة أو دولة من أجل الدين، هذا إيحاء أو تلميح لما يشبه مثلا بالعلمانية الإسلامية مثلا. هي كلمة علمانية يعني كيف يأخذها الناس، يعني هل هي يعني شر، يعني هل هي كلمة يعني إيش مقصود منها، خروج عن الدين يعني، هي ما هي العلمانية؟
الرجوع إلى الإسلام فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وموجود هو في القرآن، هي لا توجد حكومة أصلا، يعني الإسلام لا توجد به حكومة إطلاقا. الرسول صلى الله عليه وآله والديه وآله ما هو إلا مبلغ فقط، ما على الرسول إلا البلاغ. بعد البلاغ حتى الحرص ما كان يعني مطلوب من الرسول صلى الله عليه وآله وآله. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. نعم. وليس عليك هداهم. نعم. حتى الـ 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 بعد التبليغ. نعم. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. نعم. فلا يوجد إجبار أو إكراه. نعم. في 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 الإسلام أصلاً، لأن الإسلام ليس له حدود جغرافية، وما أرسلناك إلا كافة للناس. نعم. فالدولة أو الحكومة بتقلص بتحجم الإسلام. نعم. والإسلام لا حدود له، لذلك وجود دولة بوجود أعداء للإسلام، بوجود أعداء للدولة، ولها أعداء ولها مشاكل ولها إجبار ولها سلوك معين. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وآله من الأساس حينما قام بالدعوة رفض المال أولا، حينما قالوا لنا تكون أكثر المال رفض، ونال من مقاومات السلطة وأرض عليه أن يكون ملكا رفض، فرفض الإيمان. نعم. فرفض السلطة والمال التي بهما قيام الدولة أو تقوم عليهما الدولة. نعم. فرفضهما حتى يقوم الإسلام أو الدين على غير ما تقوم به الدولة. نعم. نعم. ولا يوجد دعم خارجي، إذا كان لا في ما في مال ولا في سلطة لا يوجد دعم خارجي للإسلام. نعم. لذلك الدعوة هي قوامها فيها. نعم. وقوتها فيها. قوة الدعوة لا تحتاج إلى دعم خارجي، والمدعوم ضعيف. نعم. لذلك الدعوة هي فيها الحق، والحق قوي بذاته ولا تحتاج إلى دعم خارجي. يعني الدعوة هي قوية بذاتها. نعم. نعم. لكن يا مولانا أنت الآن في سياقك ذكرت أنه ما يتعلق بحكاية الحكومة أو الدولة اللي هي سلطة فوقية. نعم. تتنزل على الناس هكذا، وربما يكون من أعراض هذا التنزل إجبار الناس على شيء ربما لا يرضونه. فمثلا ما يتعلق بالضمير الفكري أو حرية الاعتقاد كما ذكرت. وأنا في هذا السياق لابد لنا، يعني حتى أنا لو تجاوزت هذا المحور ربما المشاهد لا يتركني ويسائلنا عن محطة مهمة. عام 2003 قبل 10 سنوات تعرضت شخصيتكم الكريمة لما يتعرف بمحاكمة أو اتهام بالتشيع. فنحن عايزين نعرف ملابسات هذا الأمر، يعني كيف تم ذلك، وهل يعتبر هذا نوع من التقييد الفكري أو كذا؟ هي محاولة إقصاء فكر. نعم. محاولة إقصاء فكر وكبت يعني الآراء التي لا تقدس الفهم. أنا عندي النصوص مقدسة، لكن الأفهام أو الفهوم غير مقدسة. نعم. ولذلك اتبعت فيها يعني أساليب غير قانونية وغير دستورية. نعم. وغير إنسانية. نعم. تلك الجلسة. نعم. وما كان في محكمة أصلا. وهي ملابسات التهمة بتاع التشيع، ما هي ملابسات؟ يعني الناس يعلم أنه مسيد أبو قرون له عدة قرون بالإسلام الوسط المعروف، الإسلام الشعبي عند السودانيين. ما هو السبب الذي قادهم إلى أن يزجوا مثل هذه التهمة مثلا؟ هي أصلا المسألة كلها مسألة الخروج عن الفهم السابق. نعم. أنا رفضت الالتزام المسلمات في ذاكرتهم. نعم. بالضبط. نعم. الحاصل. نعم. ولذلك ما بدأوا يحاربوها. نعم. بكل أسف. نعم. ما باب القانون، بالحجة والفكر. بالحجة والفكر. نعم. ولا بالقانون. نعم. إنما تبع أساليب يعني. نعم. لا تشبه العلماء. نعم. ولا تشبه العلم. نعم. الحقيقة يا مولانا طبعا في العالم الإسلامي كله، مش في السودان، في مشكلة. حتى الجماعة بالمناسبة الفكر اللي كانوا يعني من أجله حصلت الجلسة دي والمحاكمة بسموها من دي، الآن موجود في الكتب دي نفسها، هو نفس الكتب. نعم. نفس الكلام موجود. نعم. والذين اتهمونا بهذه الاتهامات الآن قدمناهم للقضاء نحن، وتمت إدانتهم الآن.
ودينه ودينه الان نعم يعني باعتبار حتى الصحف المجله ودينت كذلك يعني باعتبار انه الذي حدث 2003 من ناحيه قانونيه من ناحيه شرعيه غير متوفر الشروط نعم نعم وطبعا هذا انما دول ما ضاع حق وراءه مطالب كما يقال الحمد لله نعم. الحمد لله القضاء الشريف السوداني انصف القضاء انصف انصفنا وادانهم وادان صحفهم اللي روجت لي روجت لتهمه التشيع نعم. وما شابه نعم. ذلك نعم. لكن يا مولانا طبعا في مشكله في العالم الاسلامي عموما وليس السودان انا لاحظت اللي هي مشكله التمدرس يعني اي انسان يطالب بمرجعيه الكتاب والسنه يقال انت سلفي انت سلفي انكفائي إذا نادى بقراءة ناقدة للتاريخ الإسلامي أنت شيعي رافضي يعني هناك في قوالب مجهزة تنزل هكذا قصريا على الناس فأنا يخيل لي يعني أنت كإناس بتشتغلوا في جانب الوعي والتنوير والتفكير يعني مهمتكم في هذا الجانب كبير يعني ما إنسان يصرح بأي فكرة حتى يلبس له ثوب مجهز أصلا الحقيقة ده كلامك صحيح لأنه أنا كتب دراسة كان كلها الحمد لله الجهة نفسها التي كانت السبب في إدارتها في الجلسة دي نفس الجهة هي التي كرمتنا بعد ذلك ونشرت كتاب في رحاب الرسالة في رحاب الرسالة وكرمونا به نفس يعني وزارة الأوقاف هي دعمتكم هي التي كرمتكم هي التي كرمتنا بس بعد تغيير الأشخاص بعد تغيير الأشخاص نعم. بعد عدة سنوات 6-7 سنوات نعم. تم تغيير نعم نعم ربما يكون من باب الحسنات وسيبنا السيئات مفتكر أنه يعني حد الآن في الكتب دي ما في حد كتب عنها شيء نعم ما في كتب لكن يا مولانا أنا شايف نقد نعم في شيء في تعجل يعني في تعجل يعني مثلا اتهام شخصكم بالتشيع هو نوع من الاستعجال في الأحكام الغريب أنه أكبر فكرة متعمقة عند المذهب الشيعي اللي هي فكرة الإمامية والإمام أو الدولة الدينية الدولة الدينية في حين أنك في هذا الكتاب أنت لا تعتقد بالدولة الدينية نعم لا تعتقد نعم. يعني أكبر قاعدة في الفكر الشيعي هو أنه الإمام أو الإمامية هو ركن من أركان الدين لا يعتبرونها شيء اختياري هو ركن من أركان الدين بينما أنت في هذا الكتاب تقرر أن الدين ليس بهذه السيغوراطية أو هذا الدمج أو هذا التوحد فهذا مفارقة كاملة للفكر الشيعي يعني هذا الكتاب يتحدث على أن هناك أنه فضية مولانا الشيخ النيل يخالف الفكر الشيعي في أكبر مبدأ عند الفكر الشيعي وهي الإمامية أنا بقول كمان الآتي أنه بطرحينا لأنه الإسلام ما هو دولة بكون قول الشيعة أنه أبو بكر يعني أخذ الخلافة بن علي غير صحيح نعم لانه ما دي ما دوله نعم فليس هناك ما يجعل انه اتهام على ابو بكر انه اخذ حق علي نعم لم يؤخذ من علي شيء على الاطلاق المقام علي كان هو المقام الحقيقي عليه السلام نعم علي الرسول صلى الله عليه واله واله قال من كنت مولاه فعلي مولاه نعم هذه الى قيام الساعه ما بياخذها ابو بكر ولا بياخذها عمر ولا بياخذها ما مرتبطه بالزمن اطلاقا ولا بالحكم نعم نعم انت مني من هارون موسى ما مرتبط بمرض الحكم نعم فمقام علي موجود نعم ابو بكر ما اخذ شيء من مقام علي ولذلك لكن كمان برضه وجود ابو بكر في الحكم نعم لا يعني هو فوق علي كمان نعم لانه كان هو يتولى القضاء طيله الفكره الراشده نعم فالمسألة الحكم لا ليس له علاقة بالدين أنا يعني في طرحي أنا يعني لأن السنة بيفتكر أنه كون أبو بكر صار الخليفة الأول وله الأسبقية على علي أو له الفوقية وله الحكم لا الشيعة بيفتكر أنه أبو بكر أخذ الحكم من علي فهو السلب الناي وغصب ولذلك لا يجوز له أن يكون أنت ترى غير ذلك غير ذلك أن كل أحد في مكانه نعم نعم وطبعا هذا فكرة أصيلة جدا تخالف الفكر الشيعي الذي يرى أن هناك نزع للخلافة نعم. من الإمام علي نعم. أنه لعلي الإمام علي كان مقامه مقام الحكمة ومقام الغضاء ولم يتغير أصلا ولم يتغير نعم كنت مولاه فعلي مولاه قائمة وأنت مني مذهرون موسى قائمة لا لم ينزيها وجود أبو بكر في الخلافة نعم وصار خليفة المسلمين الحكم نعم فالتسلسل السلطة لا يعطي التسلسل لا يعطي الأسبقية العلمية طبعا هذا فهم وظيفي لحركة التاريخ أن كل إنسان له كل ميسر لما خلقه له هذه هي نعم. الوظيفة اللي الإنسان ممكن يشغلها في أي زمان ومكان حسب ما سخر له
فضيلة مولانا في كتاب هو من الغرابة بقدر يعني اسمه شفاء الزمم من اتهامات المسلمين للنبي الأعظم، عنوان غريب أن المسلمين لهم اتهامات لصاحب العظمة والشفاعة، وهي اتهامات عن غير قصد أو بجهالة أو ربما مترسبات ثقافية. ربما هذا الكتاب أنت تحدثت عن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم، والملاحظ أنه مشروعك المعرفي عموما أنا حسب ما قرأت أنه يعتمد على حاجتين: التفسير الموضوعي للقرآن، والاعتقاد بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير القرآن بعضونة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هو القرآن الذي يمشي بين الناس. هذا هو ربما المشروع المتكامل الفكري لفضيلة مولانا الشيخ النيل، التفسير الموضوع للقرآن وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوازن وهذا التكامل. لكن يعني في ذاكرة المسلمين يعني هناك مرافعة سهلة يقولها كثير من الناس، يقول لك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم إذن هو معد بطريقة تخالفني أنا، أنا الإنسان الخطأ. والحديث النبوي كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وهذا يشمل كل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبره أنه هو بشر ينطبق عليه. كيف نحدد العصمة؟ هل هي عصمة شخصية أم عصمة رسالة؟ هي الرسول صلى الله عليه وآله وآله معصوم في كل حركاته وسكناته ونومه وقيامه وكل في كل شيء، عصمة كاملة في كل شيء. ما هناك فرق بين الرسالة والشخص؟ إذا فرقت بين الرسالة والشخص أنت هتحاكم الرسول بما جاء به، يعني كأنك أنت أعلم منه. يعني لا يحق الإنسان أن يحاكم أن الرسول صلى الله عليه وآله بما جاء به من الله. القرآن الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى جاء من حيث لا حيث، نعم، من فوق الزمان والمكان والحروف واللغة واللسان، نعم، الإطلاق العلوي. تلقاه النبي صلى الله عليه وآله وترجمه لنا إلى لسان عربي مبين، نعم. وفي القرآن ما فرقنا في كتاب من شيء، فالرسول صلى الله عليه وآله يعلم كل ما جاء من عند الله قبل أن يترجم إلى اللغة العربية، نعم. كل هذا تلقاه وأنزله لنا بلسان عربي مبين، نعم، إنه الرسول الكريم، نعم. فالرسول صلى الله عليه وآله هو من هنا، هو أعلم مدينة العلم، نعم. فلا يمكن أنت يعني إذا كان جردت من الرسالة تحاكم ما جاء به. ما في ناس بيقولوا إنه مثلا العصمة، العصمة في تبلغه للرسالة، أما هو كشخص باعتباره ابن آدم يخطئ ويصيب. فأنت الآن يعني في هذا الفهرس ذكرت كثير من الشبهات والتهم التي ترد، يعني اتهام في مسألة أسرى بدر، الاتهام بالصلاة على المنافقين، الاتهام بالعبوس في وجه الأعمى. في كثير طبعا في كتب السنة والسيرة أن مثل هذه الملاحظات، هو طبعا سبحان الله الإنسان لم يلاحظ حساسية هذا الموضوع إلا عندما قرأ هذا الكتاب، عندما وجدها في فهرس متراصة هكذا. أنت الآن ذكرت أنه باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتلقي للوحي في إطلاقه، وهو الترجم لنا في الحياة الواقعية، نعم. إذن هي العصمة عصمة متكاملة لكل النبي، نعم، نعم، شخصا ورسالة كله. طيب إذا كان أنا كيف أستطيع أن أقتدي به؟ أنا مثلا بشر خطأ، نعم، أريد إنسان يخطئ ويصيب مثلي لأقتدي به. لما أجد إنسان الجرعة الروحية إن شاء الله أعلى مني، كيف لا نقتدي به؟ عشان تحاول أن تكون في الأعلى، تحاول. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أتيتكم فأعملوا منهم ما استطعتم، ما أمرتكم به فما استطعتم. ال- 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 لما تكون القدرة بتاعتك هي فوق الإنسانية، أنت دائما بتكون بتحاول تكون أقرب إليها، أقرب. يعني أنت هي دعوة لإيقاظ الهمم، إيقاظ الهمم، وفي نفس الوقت في عشان تعرف أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، نعم. فالإنسان عموم الإنسان هو من حيث هو خلق الإنسان ضعيفا. الرسول صلى الله عليه وآله والله سبحانه وتعالى لم يطلب الإنسان العصمة، نعم، لم يطالبنا الله بالعصمة، ولا الرسول طالبنا بالعصمة، نعم، يعني العصمة نحن ما مطالبين بها، نعم،
ولا الا طالبنا بها ولا الرسول صلى الله عليه واله كل ابن ادم خطا خير الخطان التواب. نعم. ف خير الخطا التواب دول معناتها مش التائبين. يعني الذين يخطئوا يتوبوا يعني معناتها كثير الخطايا. نعم. التوابين هم كثير الخطايا يعني يتوبوا مش التائبين طوال ما يخطئوا، ما فيش معصوم حد احسن. نعم. العصمة بالنسبة لغير النبي هو الذي لا يخطئ. بالنسبة للنبي. أيوه. نعم. لكن يكون متبع لا يخطئ معناتها متبع عشان في يخطئ وما يخطئ. أيوه. أما الرسول صلى الله عليه وآله هو مش متبع. هو القدوة. هو القدوة، هو الذي يشرع. هو المثال، هو المثال. لذلك كل فعله هو حق. نعم. وقال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. ففعله هو مش متبع عشان يقولوا يخطئ أو لا يخطئ. مثل يخطئ أو لا يخطئ في حق الرسول ما وارده. لأنه هو الفعال، هو الفاعل. هو الذي يبقى حتى يحفز المتبعين أن نعم يعرج إلى معارج عليا. فعصمته هو مش 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 يعني يقولوا أخطأ ولا يخطئ، لا معصوم بفعله كله. كله كل تجربة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يخطئ ولا يخطئ من هم تابعين. نعم. ما دونه. ما دونه. نعم. حتى إذا كان مثلا يقول لك مثلا البيت، مثلا يقول لك أشياء، يقول لك البيت معصومين. ما عصمته بهذه عصمة النبي. إذا كان أقل درجة. نعم. نعم. في اتباع معصوم في اتباع. نعم. لكن النبي مش معصوم في اتباع، معصوم من حيث هو في إطلاقه. إطلاق. نعم نعم. نعم. فضيلة مولانا، يعني هذه القضايا الحساسة ربما كثير من الناس ربما لا يكون لديهم تركيب أولويات في التدين. يعني هذا الموضوع أنت اتضح مدى خطورته. يا ريت تحدد لنا أكثر ما مدى خطورة إنكار عصمة النبي صلى الله عليه وسلم على حياة المسلم. يعني المسلم الذي لا يقر بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الخطورة المترتبة على ذلك في الفهم والسلوك؟ بيكون ما عنده مرجعية أصلاً. الذي لا يقر بعصمة النبي صلى الله عليه وآله يكون ما عنده مرجعية. نعم. لأنه إيش مرجعيته؟ حيقول لك مرجعيته القرآن مثلا. نعم. ما بحبها مرجعية. نعم. لو قال مرجعيته القرآن، طيب القرآن ده بتفسير مين؟ بقيم مجردة. تفسير مين؟ نعم. إذا كل مفسر معناته هو مرجعية. نعم. يبقى المرجعية عدد المفسرين. وإذا رفضت المفسرين أنت برجع تكون أنت مرجعية نفسك. نعم. حسب فهمك للقرآن. وبذلك تتوه. وهيك لا توجد يعني أصل لا يوجد تماسك ديني. نعم. ولا يوجد أساس. نعم. ولا يوجد مرجعية للمسلمين. نعم. ولا توجد منارة يهتدى بها إطلاقا. نعم. نعم. يكون فتشته فراغ. نعم. نعم. فضيلة مولانا، في مؤلفاتك الكثيرة التي بين أيدينا وغيرها وجدت أن كثير من الملاحظات مرددة في هذا الكتاب أنه عدم أنك تلمح بعدم الاعتماد الكامل، مش نفيها بتاتا، عدم الاعتماد الكامل على صحيحي بخاري ومسلم باعتبار أنه فيه كثير من الأشياء ربما تمس المقام المحمدي أو العصمة النبوية من أحاديث ربما ضعيفة أو منقطعة الأصل أو كذا، متقاطعة التسلسل وغيرها. طيب، كثير في ذاكرة الأمة الإسلامية أن أكبر معونين للسنة النبوية في ذاكرة كثير من الناس هو البخاري ومسلم، وأنت الآن تلمح بأن عدم الاعتماد عليها كمرجعيات. إذا ما هو البديل للسنة النبوية إذا كان عندك استدراكات على بخاري ومسلم؟ هي طبعا حتى البخاري ومسلم كتب قريبا 200 سنة بعد الرسالة يعني. نعم. يعني بعدين المقياس إذا كان أنا أدي الأسمى للنبي صلى الله عليه وآله ما ممكن أدي الأسمى كمان للبخاري أو لدي ولا أحد الناس الآخرين. فإذا ما جاء يخالف الأسمى النبوية والقرآن برفضه. ليش؟ لأنه خالف النهج أو خالف الميزان أو خالف المرجعية. نعم. لأنه المرجعية هي أصلا رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن اللي هي الميزان عليه ممكن يكون الوزن. لكن يجي في البخاري مثلا في أحاديث لا تليق أصلاً، مخالف القرآن نفسه، بل في أحاديث بتقول أنه في القرآن في آيات في القرآن ما في، في البخاري في مسلم مثلاً، في مسلم يقول لك في حديث أن السيدة عائشة يقول لك أن خمس رضعات مشبعات محرم توفي رسول الله وهنا ما يقرأ كتاب الله، ما في موجودة. البخاري يقول لك عن عمر بن الخطاب يقول له لا أني أخشى الناس أن يقول زاد عمر في كتاب الله لا أثبتها بيدي شيخ وشيخة. هذا موجود في صحيح بخاري مسلم. موجود. نعم. فحتى وبعدين يقول لك صح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم، مين قال هذا الحديث؟ آية من كتاب الله ولا حديث من النبي؟ إن هو إلا اختلاق.
نعم كله كتب معارضة للخطأ والصواب وفيها ما عليه استدراكات كثيرة قبل من قبل في ناس استدركوا البخاري ومسلم كثير هو ليس كله طبعا ليس كله نعم نعم, نعم ولكن فيه كثير من كثير من ما يؤخذ من عنه نعم ربما يمس كثير من العقيدة أو ربما الذات المحمدية نعم ولكن ما هو منهج الضبط في هذا منهج الضبط هو القرآن العظيم وأسمة النبي نعم مثلا عندي ابن سرول مثلا منافق نعم عند الشيعة منافق وعند السنة منافق نعم لكن لما تقرأ القرآن وتقول طبعا الأسماء المحمدية تجي ابن سرول ما منافق عبد الله بن سلول المعروف ما منافق غير منافق نعم في ذكر الكثير من المسلمين انه رأس المنافقين نعم, نعم لكن اذا قلت ان عبد الله بن سلول منافق بتقول ان رسول الله خالف الله أن الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكفر بثوبه قالوا لما عمر قال له يعني لا تصلي عليه قال إن الله خيرني إن الله خيرني أستغفر لهم أو لا تستغفر لهم الاستغفار ما خاص بس ما هو الصلاة الاستغفار خاص بالذين المصدقين في نعم. نعم خاص بالآية 43 في سورة التوبة أما الصلاة خاصة بالذين لم يخرجوا من رسول مع في الغزوات نعم قالوا صلى الله عليه وسلم مات أبدا يعني السلوك العملي للنبي صلى الله عليه وسلم تجاه أبو سلول ينفي أنه منافق نعم. نعم يعني إذا كان هناك منافقين ولا يعلمهم أحد المنافقين لا يعلمهم إلا رسول الله نعم وحذيفة نعم إذن لا يحل لأحد أن يعترض على النبي فإن هذا منافق ولا منافق يعني إذا كان اعتبرنا هذه المرجعية التفسير الموضوع للقرآن وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم تتضح لنا كثير من الأشياء اللي كانت مخفية بالضبط نعم ذلك هذا الكتاب الشفاء الذمم هو على هذا الميزان وضح لك كثير من الأشياء نعم العبوس في أعمى لا يبصر نعم يعني ما عنده قيمة نعم فضيلة مولانا من الكتب التي أثارت ضجة في الآونة الأخيرة كتابكم نبي من بلاد السودان قراءة مغايرة لقصة موسى وفرعون قصة سيدنا موسى وفرعون هذا الكتاب في مجمله غير كثير من مفاهيم الناس أن مسرح صراع موسى سيدنا موسى وفرعون هو مصر بينما هذا الكتاب أثبت أن المسرح هو شمال السودان بلاد النوبة نعم حدثنا عن هذه المغايرة كيف حدثت بل الأكثر من ذلك أن الجبل الذي كلم فيه سيدنا موسى هو جبل البركل في الشمالية نعم حدثنا عن هذا التحقيق كيف لك أن أتيت بهذا التقصي الذي قلب موازين قصص القرآن بهذه الطريقة المغايرة تعرف بعض الناس يفتكروا أن الأهرام بتاع الجيزة دي هي أهرام فرعون نعم دي ما لها أي علاقة بفرعون وموسى الأهرام الموجودة الثلاثة في الجيزة دي ما لها علاقة بالتاريخ الفرعوني أبدا إطلاقا ما لها علاقة بالموضوع ده القصة بتاعت موسى وفرعون هي أنه مملكة كوش اللي هو كان في شمال السودان هي اللي كانت لها الحكم الحاكمية على مصر فالبنوك السودانيين اللي كانوا حاكمين في كوش هم كان لهم السلطة على مصر وحاولوا الوصول إلى فلسطين نعم لذلك فرعون قال أليس لي ملك مصر نعم وهذه الأنهار تجري من تحتي اللي هو نعم بعدين حتى لما موسى عبر بالقوم النهر قال لهم اهبطوا مصر لما قالوا اهبطوا مصر معناته انت من عالي الى اسفل الى اسفل اللي هو يعني النهر الان هو المقصود حسب كتابك الان هو موجود نهر النيل يعني هو العبر موسى نعم لو كان عبر البحر الاحمر ما بقولوا النهر قال لهم اهبطوا مصر لما قالوا اهبطوا مصر معناته انت من عالي الى اسفل الى اسفل اللي هو يعني النهر الان هو المقصود حسب كتابك الان هو موجود نهر النيل يعني هو العبر موسى نعم لو كان عبر البحر الاحمر ما بقولوا اهبطوا مصر بقولوا اهبطوا الشام نعم لانه من هناك نعم نهر النيل هي منطقة المجري هنا في الخرطوم لا 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 لا, لا 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 هناك في الشمال هناك محل الخضر وموسى مش المجري نعم هي مال التقاء نهر عطبرة بنهر النيل أيوة نعم لأن هناك في الشمال مجري نهر النيل اللي هو في عطبرة نعم هو هذا هو المكان اللي التقى نهر عطبرة نعم مع نهر النيل التقى فيه سيدنا موسى بالخضر نعم هنالك وحيثيات أنه سيدنا موسى عليه السلام هو من بلاد النوبة أو ضنقلاوي أو كذا كيف تأتت ذلك؟
وطبعا موسى ادم اللون، وبعدين اهل العقده من لساني لغه الروطانه مش زي ما قالوا جمره وكذا، واكل جمره وهنا نعم. وبعدين يعني اللهم صل وبارك على سيدنا محمد والديه واله، القصه سيدنا يوسف لمن لما كان قبله وكان بقى والي على مصر او عزيز مصر نعم، وانتقال بني اسرائيل اللي كانوا في عهد يوسف على دخولهم على مملكه كوش لان كانت هي من الحكم. فلما جاء ديت الدعوه الموسويه اصبح بني اسرائيل في 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 دوله كوش، لانه كان عندهم هناك الحكم عندهم سيدنا يوسف. هذا هو السياق التاريخي لهذا الحدث. نعم. كثير من المؤرخين قرأوا هذا الكتاب، ما كان هو تعليقهم على الحيثيات التي سقتها في هذا الكتاب انه فرعون وسيدنا موسى هم في بلاد النوبه؟ طبعا في تاثير، يعني انا بفتكر انه الناس لو قرأوا الموضوع الكتاب ده بقراءه صحيحه بتكون لنا طبعا في علم الاثار بوريك انه. وهل ثبت انه جبل البركل هو الذي كلم فيه الله موسى؟ هي الثبوت ده مساله صعبه شويه، لكن المهم على حسب انت الاحداث والنهايه انت بتبدي رايك. نعم. ما يعني الاستنتاج هو الذي قاد الى ذلك. نعم نعم. بعدين انت عندك العلم، يقول لك علم الغيب مثلا، علم الغيب فيما فات فيما زمان الفائت هو ممكن معروف متاح للانسان اللي هو علم الاثار. نعم. علم الغيب في الزمن الحاضر مع البعد متاح للانسان اللي هو معرفه بالاتصالات. نعم. علم الغيب في المستقبل متاح للانسان. نعم. كذا كلها في الزمن دي. نعم. ممكن يعرفها بال ايش الكسوف والخسوف والتنبؤات. التنبؤات. نعم. اللي هي كلها داخله في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. اما الغيب الذي لا يعلمه الا الله. نعم. هو الغيب المطلق الضر والنفع. ده بيد الله. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وشر لكم. بهذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لكن ما دخل في الزمن. نعم. متاح للانسان. والله يعلم. نعم. فضيلة مولانا، ملخص هذا الشيء، ربما بعض الناس يقول ربما يعطي تبرير لإسرائيل وعلاقتها بالسودان، ما هو تعليقك؟ يعني احتمال من نظرة استراتيجية ربما يقولون أن هذا الكتاب ربما يكون له ما بعده مثلا، ما هو تعليقك؟ أنا بفتكر ذلك نظرة ضيقة جدا، نظرة يعني سياسية ضيقة مش فكرية. نعم. يعني اما البحث في الفكره والبحث، من نحن يعني نحن بالاعلام ساكت انه مصر هي عندها فرعون موسى وعندها هنا، من نحن؟ احنا عايزين نعرف ماضينا عشان احنا نقصر لبسنا ونوري الحقيقه شنو هي. نعم. ما يعني ما لي دعوه بهذا. التبرير مثلا لانه نبي الاسرائيليين سيدنا موسى انه هذا هو مكانه، وهذا ربما يؤدي الى تاويلات اخرى انه هذه البلاد لها صله قديمه مثلا باليهود، وبهذا بالفهم الجغرافي ان شاء الله لها صله باليهود. نعم. اليهود ما ديانه. نعم. اليهود ما ديانه، حتى لما فرعون قطع نهر النيل واغرقوا جميعا، المؤمن الفرعون ده ما من النوبه. نعم. وفي اللي هو كان آمن بموسى طبعا، وبدأ يحارب الجماعة السودانيين على النادي. فلما جاء غرقوا أصبحوا هم يهود، لكن ما من سورة إسرائيل. أيوة، يهود نوبيين. يهود نوبيين اللي هم منهم الفلاش هذيل. نعم. استمروا على 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 النيل، على شرط النيل. على شرط النيل. نعم. نعم. وذلك حتى يغلوا التابوت بتاع موسى. طبعا ما قطع، ما عبر معنا اسمه سرعون. نعم. كان موجود مع زوجة فرعون اللي هي كانت مؤمنة، اللي هي ما مشت معهم، ما غرقت معهم. نعم. فالتابوت بتاع موسى موجود عند رؤوس الفلاشة. سبحان الله. قد يقول بعضهم يقول انه هو طبعا هو عموما هذا هو اجتهاد، وهذا هو تحليل يعني قابل للأخذ والعطاء والمدارسة. يعني احنا ندعو انه الإنسان لا يتعامل مع هذه الأفكار بالرفض أو بالعنف أو بالتأييد، وإنما بالمدارسة على أقل تقدير. نعم. أن يضع اعتبارا للفكر. فضيلة مولانا، في الكثير من المؤلفات ربما تمس المسلمات، لا أقول في الدين، في ذاكرة الناس، مسلمات في ذاكرة الناس، ما هي نصيحتك للرأي العام الإسلامي عموما؟ يعني ما هي نصيحتك لأهل الفكر؟ الأزمة هي أزمة أخلاق.
لدوية الأخلاق صار قبول الآخر أو السماع للآخر متاح متاح والتبادل الفكر. أما محاولة الإقصاء واستعمال العنف والقوة هذا ليس له علاقة بالفكر ولا بالعلم ولا إطلاقا. نعم. فالرجوع إلى ما جاء به رسول الله. نعم. وهو إنما بعثت يسمى مصالح الأخلاق. نعم. هذا هو الأثر. نعم. والأصل. نعم. فالأخلاق. نعم. هي الأساس. نعم. في التعامل في الفكر في كل شيء هي الثوابت. نعم. لكن مولانا كثير مثلا المتلقي المسلم العادي البسيط ربما مثل هذه الأفكار ربما تثير له كثير من التساؤلات. يعني المتلقي البسيط عندما يسمع أن مثلا عبد الله بن سلول ليس منافقا أن مثلا لك كثير من الآراء أن بعض الفتوحات ما يسمى الفتوحات الإسلامية ما هي إلا عبارة عن استعمار عربي. ما هي خبراتك لمثل هذه الآراء؟ أولا أن الله لا يحب المعتدين. يعني العدوان والفتوحات دي هي اعتداء وعدوان. والإسلام أصلا ما بيفرض على الناس بالقوة. يعني الفتوحات الإسلامية دي كلها عبر التاريخ هي مخطئة؟ مخطئة. الفتوحات كلها مخطئة إذا كانت برناها هي عشان الإسلام مخطئة. لما إذا أما الإسلام إطلاقا ما في إكراه ولا في إجبار على الإطلاق أبدا. لا إكراه في الدين إطلاقا. لا إكراه في الدين. بالمناسبة لا إكراه في الدين دي هي معناها داخل الدين. نعم. يعني حتى ذكرنا هناك مجموعة دينية. نعم. داخلها ما في إكراه. صلي ما صلي صوم ما صوم لا إكراه في الدين. نعم. أما على الدين. أما لا إكراه على الدين دي فيه الآية من شاء في اليمين ومن شاء في اليكفر. نعم. نعم. فمن خارج ما في إجبار على الناس ومن الداخل ما في إكراه. يعني الحرية مكفولة في المستويين كلها. نعم. 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 الحرية في الإسلام هي حرية شخصية اللي هي لا إكراه في الدين دي. يعني أنت ما تتعدى على الإنسان ولا الإنسان بتعدى عليك. ما فيش حد يفرض عليك شيء ولا أنت تفرض على الإنسان شيء. أما الحرية بالعربية دي تبدأ تقول مثلا أنا أتكلم مع لي الحرية أفعل ما أشاء. لكن يا مولانا يعني الآن في النموذج الإسلامي لا يوجد أنه فتح مبارك ممكن الإنسان يعتبره قدوة. الرسول صلى الله عليه وآله فتح مكة. نعم. قال إن نصرت بالرعب مش بالسيف. نعم. وكان فتح مكة ما كان فيه استعمال السيف. والاستعمال السيف في مكة خالد بن الوليد قتل 10 من المشركين. نعم. الرسول صلى الله عليه وآله وآله قال إن الله من يبرأ إليك ما صنع خالد. نعم. مشركين قتلهم. يعني النموذج الأمثل للفتح هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله لا يصح. لأنه من فتح مكة ما قال أقول لا إله إلا الله. يسهبوا فأنتم الطلقاء. إذا كان الحديث صحيح يبقى خالف النبي خالف الله سبحانه وتعالى ما قال أقول لا إله إلا الله. نعم. وإذا كان حديث تعالى من سؤال صحيح يكون بإحدى أمرين. إما الرسول خالف الله إما يقول سؤال ما منافق. نعم. إذا خلف الله يكون ما رسول. وبالمعادلة دي ممكن الاشتباك يتحلى. نعم. لكن فضيلة مولانا أنت الآن تؤكد أن الفتح الأمثل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فتح مكة. نعم. هذا هو المعيار الذي يجب أن يحتذى به. نعم. ما عداه حسب ما قلت أنت في مؤلفاتك استعمار عربي. نعم. للبلاد الأخرى يعني. نعم. نعم. وطبعا تظل هذه اجتهادات يعني والمجتهد. نعم. بين أجرين يعني إن أصاب أو أن أخطأ. في خاطرة بريئة يعني احتمال في ذهنها وذهن كثير من الناس يعني هذه الأشياء أنت استنبطتها من نصوص أصلا موجودة. نعم. الكتاب والسنة الموجودة. نعم. ربما يتساءل يعني إنسان بكل برايه يقول هذه الأشياء إذا كان هي كامنة في التراث الإسلامي 14 قرن ما التفت لها أي واحد من علماء الأمة الإسلامية إلى أن يأتي في زماننا في الألفية الثالثة التفت لها مولانا شيخ النيل. كيف تبرر ذلك 14 قرنا؟ والله أنا نظرت إلى أنه المسلمين أي إنسان تسأل يقول لك بتحب النبي يقول لك بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يقول لك أنا بحبه. نعم. طب يا أخي المحب غير ناقد. نعم. دي بتحبه كيف انت شايف لكن في 19 اتهام مثل النبي. نعم. انه حاول الانتحار من الاول ومش خايف اشياء لا تليق. لا تليق. نعم. ففي خلل في 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 في, في الموروث. نعم. وذلك انا قلت النص مقدس لكن الافهام غير مقدس. الافهام غير مقدسه. نعم. نعم. ما هي من اين كانت. فمن هذا المنطلق انا دخلت في النصوص وجدت الاشياء اللي طلعت بها. طبعا ما كان عطاء ربك محظوره. نعم. طبعا سبحانه وتعالى يفتح على اي انسان والله كريم. بعدين يعني لو الناس امنوا بفكره المهدي مثلا. نعم. او عيسى عليه السلام هل هيجي تابع لاحد المذاهب دي؟ اذا بيجي تابع لاحد المذاهب ما فيش داعي اصلا. نعم. واذا يجي بخالف هيقولوا خالف الامه. يعني كده مدان وكده.
فضيلة مولانا، في السؤال السابق كان أرسلت نصيحة لأهل الفكر أنه يتقبلوا الآخر ولا يقصوا الآخر. دارين نصيحة مختصرة لأهل الذكر. نحن طبعا بدينا حوارنا معك، نحن الآن بحضرة أهل الذكر وأهل الفكر. أنت شيخ طريقة صوفية، الطريقة القادرية، آل أبو قرون المشهورين في المجال الدعوة على مدى عدة قرون. أنت شيخ طريقة وفي نفس الوقت أهل الفكر وذكر مع بعض. أعطيت نصيحتك لأهل الفكر في قبول الآخر، ما هي نصيحتك لأهل الذكر؟ والله أنا بعتبر أنه التصوف هو سلوك، وابتداء بفعل الحبيب صلى الله عليه وآله وآله. نعم. وهو حفظ للناس على الأخلاق المحمدية إلى أقصى يعني. نعم. فانكبابهم على هذا المنهج هو الأولى، والمحبة، نشر المحبة. نعم. نشر المحبة. لأنه في بعض المناهج كلمة الحب كأنها هي زي مجرمة. نعم. تأثيم. نعم. ولكن الحقيقة أنه الناس اللي بيعرضوا الفكر، ما في ثوابت الأخلاق. نعم. هي ثوابت. نعم. والفكر ما لم يقدس الأفهام السابقة فهو فكر مطلق. نعم. متحرر. متحرر. فالذين يهاجمون الفكر المتحرر والمنطلق هم حقيقة يخربون الثوابت اللي هي الأخلاق. نعم. 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 فاللي يحارب الانطلاق الفكري هو بيخرب في الثوابت اللي هي الأخلاق. نعم. أما الذي يثبت الأخلاق فيقبل الآخر. وكيف لك أن نزوج بين الفكر والذكر؟ نصيحتك المباشرة لأهل الذكر، يعني كثير من الناس، أنت الآن الشيخ طريقة معروف، ما هو الذكر الجامع الشامل لخير الدنيا والآخرة لنا وللمشاهدين لعامة الذين يشاهدون؟ في قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. نعم. المذاهب كلها تقريبا منصب على الأعمال، هذا سنة، هذا فرض، هذا وجوب، هذا شرط كذا. والعمل حتى لو بلغ من الصحة قمته ومن النية أصحها، لا يجب على الله قبول العمل ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله. ففي جزء أساسي أهملته هذه المذاهب، وهو كيف يدخل الإنسان الجنة إذا كان ما يدخل الجنة بعمله. نعم. القصد من الإنسان نهايته شنو، مرماه شنو، هو الجنة. نعم. كيف يدخل الجنة؟ نعم. إذا كان يدخل الجنة بعمله، في حاجة واحدة اللي هي الرحمة. ما هي الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. نعم. إنما أنا رحمة مهداة. طب كيف التعامل بالرحمة عشان تدخل الجنة؟ المرء مع من أحب، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحبه؟ من أحب شيئا أكثر من ذكره. نعم. كيف تذكره؟ صلت عليه. نعم. وإذا صليت عليه قبلها الله سبحانه وتعالى، مثل ما قلت اللهم صل وبارك. نعم. على سيدنا محمد ووالديه وآله، فإن الله يصلي عليه كذلك. نعم نعم نعم. وهي الفرض المقبول، وهي النفل المقبول، لا ترد. يعني هذا هو المدخل اللطيف للقبول، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني إذا كان جملنا هذا السؤال الذي ذكرناه أولا بين الذكر والفكر، نجد أن نصيحتك الشاملة هي الاعتماد على القرآن الكريم والإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة مولانا، زي ما بقول أهلنا المصريين الحلم ما بيكملش، والحديث معك يتداعى والإشارات الفكرية تنداح، ولكن حسبنا أن تكون هذه إشارات مختصرة، وموعدنا معك إلى لقاءات أكثر تفصيلا ومدارسة. ونحن يعني نشكرك على أنك تفضلت وقبلت هذه الدعوة رغم مشغوليتك الكثيرة، ونتمنى أن هذه الإسهامات الفكرية تجد من الحوار والمناقشة والإضافة لها أكثر مساحة من القبول وقبول الآخر، والإضافة لها الفكرية والمشاركة لإنقاذ هذه الأمة من القيود الفكرية. أنا يعني لا يفوتني أن أشكر الأستاذين الجليلين محمد التجاني وشهاب الدين يوسف الذين أسهموا معي تجهيز لهذه الحلقة، يعني لولاهم لما حظيت. بفضيلة مولانا الشيخ النيل أبو قرون، أشكرهم على وقفتهم معنا في تجهيز لهذه الحلقة. فضيلة مولانا، كلمة أخيرة للمشاهد، ماذا أنت قايل؟ الله أسأل الله يعني أن يجعلنا وإياهم ويدخلنا في رحمته ويوفقنا لما فيه الخير عملا وقولا وقبولا
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل السودان يعني مكانا للأخوة والأخلاق والتسامح والرقي الأخلاقي، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الآخرين صلى الله عليه وسلم. فضيلة مولانا حنشكرك على هذه الأريحية ونشكرك على هذا العلم الغزير وهذه الفيوضات المعارف والعرفانيات التي أتحفت بها الأمة الإسلامية و